انا قلت هنا انا وقفت وقلت انا ادرس انا ادرس واكتب وام الشهيد تشوفني وتوقف يقولون هاي الحجيه هاي الحجيه شو اصلا؟ نعم افتخر انا حجيه وافتخر مدرسه افتخر مديره معهد معاونه مدرس اول واقدم افتخر واقول اسمها خلي الكل يسمع فاطمه طلعت احنا اقول اسمها وخلي الكل يهددني خليها انا وصلتني رسائل تهديد وما اهتميت ما اهتميت ما اهتم ليش؟ لان دماغنا قاعد تصير بكل طريقه قاعد تصير دماغنا يعني نعم انا وياك انا اقول هاي جريمه شنعاء جريمه الوثبه لكن جريمه واحده هزت القضاة وانا اقول لهم يا قضاة يا قضاة ليش كل هذا السباق؟ لان 400 500 شهيد المعلن الما معلن ايش قاعد؟ ايش كم جريمه؟ ايش كم معوق؟ وينهم؟ يا قضاة وين دمهم؟ وين حقوقهم؟